هل كان قرار حكم المباراة سليم؟ والله فيها شكلها فيها وقف يا حكم، عرقلة موجودة. هكذا كانت بداية ديربي بردبي بين النصر الجريح وجاره الوصلاوي المنتشي بثلاثة انتصارات متتالية، مباراة مشتعلة من دقائقها الأولى حتى نهايتها، ودور النصر في الحصول على ركلة جزاء لا يتأخر. نيجريدو اسم سمعتموه كثيرا وستسمعون عنه أكثر في هذه المباراة. كايو سجل للوصل ونيجريدو أضاع للنصر، والنصراويون يشتكون دائما من حظهم العاثر ويحملونه المسؤولية الأكبر في تراجع النتائج المحبط. عودة اللعب في الشوط الثاني كانت حمراء فضاعفت حماس الديربي. دخل جاسم يعقوب فكان اسما على مسمى، ودخوله يحدث الفارق ليستفيد النصر من طرد سالم العنيزي. تعليقات كثيرة وصفت كرة هدف التعادل بأنها هزت شباك الوصل بالغصب وأنها قهرت الحظ العاثر ولو إلى حين. الهجوم وجد طريق هز الشباك لكن الدفاع يتعثر، والنتيجة تأخر العميد من جديد، وكايو هو النقطة المضيئة في كتيبة الإمبراطور. جاسم يعقوب موهبة ومستقبل واعد، لكن أهداف النصر لا تبتسم للشباب اليافع، بل تحتاج خبرة عالمية لتدخل بالغصب مرة ثانية وتقهر الحظ العاثر. نيجريدو يسجل للعميد. الحظ العاثر هل هو شماعة أم هو تحد يحتاج المثابرة والإصرار؟ وجاسم يعقوب يجمع عوامل النجاح ويجبر عناد الكرة على الانصياع لمهاراته، والنتيجة تقدم النصر لأول مرة في المباراة وظهور بشائر فوز طال انتظاره. الهزيمة في الديربي ستحرم الوصل من مصالحة جماهيره لينهار مستسلما، أما نيجريدو فوجد الفرصة ملائمة ليعوض ما فاته ويداوي جراح فريقه ويعلن أول فوز نصراوي في استاد المكتوم بحلته الجديدة. حمدي قردبو، صدى الملاعب. نيجريدو يضعها في المرمى.